هاجيتك على اللي تجيه البوشين في اليوم السابع مع الصباح وكيبقى 6 ايام وهو مرتاح، وفي اليوم المعلوم كيعرف نشاط وافراح. هذا ما يكون خاصه، والبوشين هو البنك الشعبي. عرفت الحجاية، البنك في السوق. البنك في السوق حقيقة. البنك الشعبي كيتنقل كل أسبوع لسوق من أسواق البادية المغربية. البنك في السوق بنك للأداء، للسحب والاستفادة من كل الخدمات البنكية. البنك في السوق، البنك في السوق قريب منك، التعامل سهل وكيهنيك من الضرر بالفلوس. البنك في السوق. نعم، البنك الشعبي حتى في السوق، وانت شعبي بحال جميع الزبناء ديالنا. البنك الشعبي بنك من أجلكم.